السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كديري لبس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم جيده ان شاء الله. مرحبا بكم في قناه ايمان ارتيزان، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا ان شاء الله. في هذا الفيديو بغيت نشارك معكم واحد البادره اللي شاركت فيها صراحه، اللي كنت باغا ندير حاجه اخرى، ولكن كنت شفت القناه ديال فضاء صفاء دارت هذه القضيه اللي عندي دابا وحمستني ليها. وهذه البادره هي اننا نتقداو عشرات القفاف الناس اللي محتاجين في المغرب، الناس اللي كيكونوا كانت عندهم خدميهم، ولكن الحظر اللي كاين دابا في المغرب ما بقاوش عندهم خدمي ديالهم. الناس اللي كانوا كيعولوا على القوت ديال النهار ديالهم، يعني كيسترزقوا يعني يوميا، يعني الا ما جاهمش القوت ديال داك النهار يقدروا ما يكونش عندهم مكانيه شي حاجه، ما ياكلوا ما يشربوا. فصراحه انا كنت في الاول كنت باغا ندير حاجه اخرى، ما كنتش كاع عندي راه كاع في اليوتيوب، كنت باغا هكا نخصص الفلوس اللي غادي نجوني هكا من اليوتيوب، كنت غادا نكفل بها هكا، يعني نرسلها خطره وحده لشي عائله هكا كنعرفها انا ما في حالهاش، يعني هادشي اللي كنت غادا ندير. صراحه كانت نيت تجيني هاد الشهر كانت تجيني تقريبا واحد 290 دولار هكاك، فقلت كاع هذاك 290 دولار نقدر نعطيها حتى لشي عائله. ولكن ملي شفت البادره اللي دارت صفاء قلت غادا نزيد عليها، بدل ما نعطي غير العائله وحده واحد يعني مصروف ديال شهر واحد، يعني نقدر نرسل للعائلات مختلفه تقضيه ديال واحد جوج سيمانات. فعجبتني الفكره فشجعتني صفاء وقلت علاش لي ما نديرهاش حتى انا. وفعلا هدرت مع خويا في المغرب وطلبت منه، قلت ليه واش ممكن تدير معايا هاد البادره، قال لي غنكون سعيد انني نديرها، يعني خوتي بجوج، يعني بجوج هدرت معاهم وبجوج لقيتهم انهم مستعدين، لقيت حتى اختي باغات ديرها، يعني الزوجات ديالهم حتى هما بغاو يساعدوهم. ولكن ملي جا هادي ديال الطوارئ، حاله الطوارئ تعلات في المغرب، صافي عاد بامكان واحد فيهم ولا جوج يعني على حسب باش يخرجوا. ففعلا خويا وافق انه يديرها معايا وخويا الاخر، و يعني باش يديروا هاد العمليه ضروري خاص العوين بيناتهم، وزوجة خويا حتى هي تعاونت معاهم باش يديروا هاد البادره وساعدوني، شكرا لهم بزاف بزاف بزاف. البادره هي راه صدقه، يعني كنشجع عليها اي واحد بامكانه انه يديرها، كنشجع البنات هكا اللي متابعين، يعني كما كيتابعوني في حوايج اخرى، يعني حتى هذه يقدروا يعني يتاثروا بيا ويديروها حتى هما. فلهذا انا شاركت معكم انا في الفيديو كما تاثرت انا من فضاء صفاء، وقلت يعني غدا نديرها وغدا نخرجها لكم ونقولها لكم، يعني حتى نتوما تقدروا ديروها. وكنشجع كذلك اي يوتيوبر اللي بامكانها انها ديرها، اي انفلونسر اللي يمكن انها دير هذه البادره وتخرج للعنان تقولها للناس، حتى هما يتشجعوا يديروها، فغادي يكون مزيان بزاف بزاف، لان كاينين بزاف العائلات، بزاف العائلات اللي كتلقايهم يعني كيعولوا على قوت يومهم، يعني لا وقفوا الخدمه يوم ولا يومين يقدروا ما يبقاوش يلقاو ما ياكلوا، ما يبقاوش يلقاو ما يشربوا. ف عتكون ولو يساعد الانسان غير بالبسيط بالقليل راه يساعد. حاليا يعني كيف كتعرفوا يعني كلشي الناس صعيب انك تخرجي وتصلي فلوس من هكا ماني جرام ولا وسترن يونيون ولا شي بلايص، يعني من احسن الواحد يكون في الدار ديالو. ف غنشارك معكم واحد الاب اللي استعملت انا باش رسلت الفلوس لخوتي، يعني بقيت غير في داري ما خرجت ما درت حتى شي حاجه. اب اللي سميتها زوم اكس او او ام، كنستعملها انا من زمان كنستعملها، فهي اب زوينه كنظن كتخدم في ميريكان كامله، وما عرفتش الدول خارج ميريكان واش كتخدم ولا لا، ولكن مؤكد كتخدم في ميريكان كامله. كترسل لي فلوس كيقدروا يستقبلوها في البنكه نيشان اللي عندها هكا، البنك يعطيك غير الكود ديال البنك ديالو ويوصلوا الفلوس في البنك نيشان، ولا كان يخدم بالكارت الكارد ديال البنك يقدر يتقضى بها الناس على برا، او لا كنتو غادي تتصلوا للناس اللي كل واحد بوحدو تبقاو تعاونوا الناس، تقدروا ترسلوها كفوافا كاش كيقدروا يستقبلوها، يعني من مجموعه ديال البلايص هكا في المغرب. ف
صراحة كنشجعكم البنات، راح تولي كتديري بحال هاد المساعدة وكتعاوني بها الناس هكا، كتفرحي بزاف، كتحسي بحال فرحة كبيرة انك قدرتي تساعدي واحد المجموعة ديال الناس. لو بامكاني ندير اكثر نقدر ندير اكثر، وان شاء الله دابا نخليكم عاد تشوفوا كيفاش كيخدم هاد زوم اللي قلت لكم، ونخليكم كذلك تشوفوا اش داروا خوتي، تما الكلمة ديالهم والهضره ديالهم وكيفاش تقداو هكا، ومن بعد نرجع معاكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم أيوب بير، الأخ ديال إيمان بير، معروفة في السوشيال ميديا بإيمان أرتيزان. اللي كنبغي نقولها من المرة، أول حاجة كنبغي نقولها أنا توحشت بزاف 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 بزاف، وجي عندنا في أقرب وقت باش نشوفو. فقنا في الصباح على الإطر ديال واحد المبادرة اللي بغات تقوم بها هي، وكلفتني بها انا والاخ ديالي اللي غتشوفوا معايا في الفيديو من بعد ان شاء الله. كلفتنا بهذه المهمه اللي هي عباره عن مبادره اللي نتمنوا من كاع الناس اللي استطاعتهم يقوموا بها وما يدخلوش على الناس الا كان الاستطاعه ديالهم بطبيعه الحال. هذه المبادره هي عباره عن غنتعاونوا بيناتنا، حنا مسلمين، حنا الحمد لله معروف عندنا روح المؤازره وروح التعاون، والدين ديالنا كيامر بهذا الشيء، وفي الظرفيه بالضبط خاصنا نتعاونوا مع بعضياتنا ونكونوا مع بعضياتنا. وشوفوا اش كاين ان شاء الله من الفيديو من ورا الكلام. Thank you.
السلام عليكم. تمت المهمة بنجاح نجاح ونجاح. المهمة اللي كلفت المدى الأخت ديالي إيمان أرتيزان. المبادرة بحال هادي كاين فيها شوية ديال التعب، ولكن داك التعب كتحس فيه نتايا راحة راحة راحة، يعني كتعاون بواحد الناس اللي يستحقوها وكترسم واحد الفرحة في وجوههم. ومن هاد المنبر كنبغي نقدم الشكر الجزيل للأخت ديالي إيمان أرتيزان، والله يعاونها ويخلي لها وليداتها ويصلح لها وليداتها ويخلي لها الزوج ديالها ويقدر على فعل خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المتتبعين والناس اللي كيشاهدونا اللي كيعرفونا واللي ما كيعرفوناش. كنشكر إيمان الأخت ديالي على هذه البادرة الطيبة اللي دارتها. هذه البادرة اللي دارتها هي بادرة تحفيزية للناس اللي يمكن يشاهدوا الناس اللي في استطاعة ديالهم، وكنشكرها بزاف وكنشكرها بزاف. ومن كلفتنا بهذه البادرة نديروها، احنا فرحانين جد فرحانين الحمد لله. اللي شاف هذا الفيديو نتمنى يكون تحفيزي ليه باش يعمل توا مساعد على قدر المستطاع ديالو، ونتمنى التوفيق للجميع. بغيت نشكر بزاف بزاف خوتي ايوب وعزيز اللي ساعدوني في هذه البادره. بغيت نشكر الزوجه ديال خويا ايمان اللي هي ساعدتهم، شكرا بزاف بزاف. انا صراحه راه المجهود اللي دار راه داروا هما اكثر، لانه هما اللي داروا المجهود الجسدي وتقداو وهزوا وعمروا، لانه هما اللي داروا يعني تعبوا اكثر مني. انا راه غير رسلت الفلوس وصافي. صراحه تاثرت ملي شفتهم هكا نيا مجموعين وكيديروا يعني كيتقدموا بعدياتهم، والكلمات اللي قالوا والكلام ديال خويا ايوب يعني اللي قال لي يعني جيت وحشتك، يعني صراحه اثروا فيا. فكنتمنى ربي يرفع هذا البلاء ويحيد هذا الشيء باش ان شاء الله الناس ترجع تقرب لبعضياتها، الحباب يجيو يرجعوا لحدا بعدياتهم، يبقى كل شيء محبوس، كل شيء تحد ما كيقدر يمشي عند حد. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. الله يدير تويت الخير ان شاء الله. واحد الحاجه انا كندير على الاساس غدا ندير غير 10 القفات، زدت واحد القدر ديال الفلوس ديال 6000 درهم، يعني تقريبا 600 دولار وشي حاجه، على اساس نديرو غير 10 القفات. ولكن الحمد لله ملي مشاو تقداو لقاو بروموسيو بزاف، فقدروا انهم يديروا 12 قفه بدل 10 القفات، ومازال شاط الخير الخير الحمد لله. فكنشجعكم البنات ديروا هذه البادره. كنتمنى هاد الصدقه تكون مقبوله وما يكونش فيها الرياء وتكون محفزه الناس اخرين يديروها. فكنتمنى يا ربي هاد البادره تكون ناجحه، كنتمنى تستمر يعني يديروها الناس اكثر وتستمر. داتها قبل صافا، وانا بدوري غدا نتحدى واحد اليوتيوبر اللي حتى هي عتبغي ديرها ان شاء الله، متاكده انها غادا ديرها، اللي هي طاطا حياه. وكنتمنى تستمر هاد البادره وكل الناس يديروها، يقدروا بعض الناس يقولوا علاش كتعلنوا على الصدقه ديالكم. في هاد الحاله راه خاصنا نعلنوا على الصدقه، لان في الاسلام راه الصدقه يعني كاينه الصدقه المخفيه والصدقه المعلن عليها. فيعني ما ماشي عيب اننا نعنوا على الصدقه. كيقول الله سبحانه وتعالى في القران الكريم: الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. يعني الصدقه يعني يمكن لنا اننا نعنوا عليها في هذه الحاله بالذات، يمكن لنا اننا نعنوا عليها باش نشجعوا ناس اخرين حتى هما يديروها، سواء الناس اللي بحالنا كيوتيوبر انفلونسر، سواء الناس العاديه، يعني اي واحد يدير هذه البادره او هو يدير هذه الصدقه. وما تنساوش البنات الصدقه راه يعني الثواب ديالو الاجر ديالها كيكون كبير. رجعكم البنات انتم ديروها. المهم هادشي اللي كان بالنسبه للفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون خفيف ظريف عليكم، كنتمنى انكم تفاعلوا معاه، كنتمنى انه يشجعكم ويشجع الناس اللي قادره على انها هي دير بحالي. نقول لكم السلام عليكم، في امان الله، وشكرا جزيلا لكم.